وأمل. انا طبعا أهلا سوري. وعيت على الدنيا، لقيت زي ما انا عارفه اسمي كده، لقيت نفسي بحب الاهلي. حب الاهلي ده لقيته غريزه جوايا. طبعا انا مش حبيت الاهلي من خلال لعب، انا حبيت لعيبه الاهلي من خلال الكيان العظيم. استاذ عماد، العيله كلها اهلاويه فعلا؟ اكيد طبعا. انت بقالك كام سنه بتشجع الاهلي؟ انا عندي 40 سنه، بقالي دلوقتي 38 سنه. ما شاء الله. قول لي، ارتبطت بالاهلي مع جيل معين، مع نجم معين، ولا برضو يعني ارتباطك بالاهلي كان والله وراثه زي ما لا وراثه طبعا. العيله كلها اهلاويه، وطبعا والدي ربنا يديه الصحه يا رب، اتنشأنا لقينا نفسنا اهلاويه. مع ان اصحابي كلهم زملكاويه وانا بلعب كوره معاهم وكده، ولكن لقيت حاجات كتير مختلفه في الاهلي، فده كان قربني من الاهلي اكتر وحبيت الاهلي، والاهلي هو يعتبر كل حياتنا.